والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأحاديث التي ذكر الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى أيضا في باب الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. ففي هذا الحديث الشريف يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا من فضائل الرمي في سبيل الله، وللرمي في سبيل الله فضائل كثيرة، وقد مر بنا بالدرس الماضي والذي قبله. يكفي أن الله عز وجل حث عباده المؤمنين في القرآن الكريم بالرمي في سبيل الله وتعلمه وتعليمه، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لذا نجد بعض الأئمة قد أفردوا في بيان فضائل الرمي هذه الأحاديث في مؤلفات خاصة، مثل الإمام أبي يعقوب إسحاق ابن أبي إسحاق الهروي المعروف بالقراء، فكذلك الإمام الطبراني صاحب الجوامع له كتاب في فضائل الرمي وتعلمه وتعليمه، فكذلك بقية الأئمة في الموسوعات الحديثية في أبواب مستقلة ذكروا هذه الأحاديث من أجل الحث على أن المسلم يتعلم الرمي ويكون قويا في مواجهة أعدائه إن أجبر إلى ذلك في الحرب والقتال مع الكفار، ولا يركن على نفسه وشهواته وأهوائه وعلى الآخرين لمساعدته إذا صار هناك حرب بين المسلمين والكفار. فالمسلم يجب أن يكون قوياً في جميع الجوانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فيجب أن تكون قوياً بإيمانك، قوياً بعلمك، قوياً بعباداتك، قوياً ببدنك وصحتك، تهتم بصحتك وبدنك. كلما تهتم بنفسك، سواء كان هذا الاهتمام بمعنوياتك أو بمالك أو ببدنك، أنت امتثلت أوامر الله عز وجل في القرآن الكريم وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة. ومن فضائل الرمي في سبيل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة في الجنة، وأن من يرمي سهما في سبيل الله سواء أوصل هذا السهم إلى جهة العدو أو لم يوصله فإن الله عز وجل يكتب له درجة عالية عنده في الجنة، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. ومن فضائل الرمي في سبيل الله كما مر بنا، أذكر من أجل أن نستفيد من هذا الدرس، من
فضائل الرمي في سبيل الله أن من رمى سهما في سبيل الله كان له كأجر عتق رقبة من ولد إسماعيل، وغيرها من الفضائل التي جاءت في هذا الباب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. الإمام الحافظ المنذري بعد أن ذكر الأحاديث التي ترغب للرمي وتعلمه وتعليمه انتقل الآن إلى إيراد الأحاديث التي يتوعد من خلالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يهمل الرمي أو ينسى الرمي. في هذا الحديث وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من يعلم أو يتعلم الرمي ثم ترك الرمي حتى نسي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس منا، أليس منا. هذا وعيد شديد. يقول العلماء في كثير من الأحاديث التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منا معناه أي لا يحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أي لا ينتسب إلى أمة محمد. هذا وعيد شديد، لا ينتسب الإنسان إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحشر يوم القيامة تحت لوائه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: النكاح من أمتي فمن رغب عن سنتي، النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل عليه السلاح فليس منا. هناك أحاديث كثيرة جاءت بهذا الصيغة، بهذا اللفظ، تنتهي الأحاديث بهذه الصيغة فليس منا. فهذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. وفي لفظ آخر: من علم، أي تعلم الرمي وعلم فضل الرمي ثم ترك، أي تعلمه، فقد عصى، أي عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. وفي لفظ آخر: فهي نعمة كفرها. المسلم لا ينبغي إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يهمل في العمل بهذه النعمة أو استخدامها، فإن ذلك يدل على كفر النعمة. ربنا سبحانه وتعالى إذا وفقك أن تعمل بنعمة من نعم الطاعات اهتم بهذه النعمة ونميها وتقوى فيها فلا تتركها، فإن تركها كفر بالله، ليس كفرا يخرج عن الملة لكن هو كفر دون الكفر. فالمسلم يجب أن يحمد الله عز وجل إذا وفقه أن يجد نعمة أو أنعم عليه بنعمة أن يتمسك بها فلا يتركها، ويدعو الله عز وجل أن يوفقه للمحافظة عليها ويثبت قدمه وجوارحه في العمل بهذه النعمة أو استعمالها في طاعة الله. إذا كانت هذه النعمة مالا، فكم من الناس يتمنون من الله عز وجل أن يرزقهم الله عز وجل بأنواع من النعم كي يتلذذوا بها أو يستعملوها لطاعة الله أو يستعينوا بها لحوائجهم الدينية أو الدنيوية، لكن الله عز وجل قد يفتح عليه بابا من نعم ثم فإذا العبد ينسى شكر الله عز وجل.
وينسى العمل بها، وربما نسب النعمة إلى نفسه، فهذا من تلبيس إبليس، مثل ما فعل إبليس بقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. ما معنى هذا؟ الكنوز التي كان قد تركها في أماكن، مفاتيح أبواب هذه الكنوز كانت تحمل رجال أقوياء، مجموعة من الرجال أقوياء كانوا يحملون مفاتيح هذه الخزائن بكثرتها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه الغاية من المال، أن تبتغي بالمال وبنعم الله عز وجل الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي استعن بهذه النعم لدنياك، ولا تبذل فسادة الأرض فإن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون بعد أن ذكروه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. وهذا من الخسارة، من تلبيس إبليس. قد ينسى الإنسان كم أدعى الله عز وجل لكي ينعم عليه بنعمة أو يجدد له نعمة، فإذا أوتيها نسي ربنا سبحانه وتعالى ليشكره، ونسب هذه النعمة إلى نفسه. فإياكم ثم إياكم أن تكونوا مثل قارون أو تشتبهوا به. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصص هذه الناس، هؤلاء الناس مثل قارون وفرعون، كي لا نكون مثلهم ونقتدي بالأنبياء. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو كثرها. وبهذا الحديث ختم الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى هذا الباب، ثم أبواب بابا آخر بقوله: باب الترغيب في الجهاد في سبيل الله وما جاء في فضل الكلم فيه، أي الجرح فيه، والدعاء عند الصف والقتال. نقرأه غدا إن شاء الله ما جاء في هذا الباب من الأحاديث، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.